عشنا هذا الحلم وهذا الانجاز العربي راح نقول رفعوا الراس. اليوم المنتخب المغربي رفع الراس وشرفونا، وصلوا الى مكانه، وصلتنا الى مكانه عاليه من الطموح والامنيات. ما راح نقول لهم هارد لك، نقول لهم شكرا من القلب. بلا شك هذا المنتخب اعطانا الكثير من الدروس، علمنا كيف نتفائل، علمنا كيف نكون طموحين، علمنا كيف نكون دائما نتحلى بالامل، علمنا ايضا الثقه في النفس، علمنا كيف نقارع الكبار وكيف نضع لنا مكانا بين الكبار. ما حققه المنتخب المغربي رغم اقصائه اليوم في الدور نصف النهائي امام منتخب فرنسا هو اشبه يعني وانجاز اشبه بالاعجاز، هذا ما يمكن ان نقوله. كان علينا ان ننتظر ما يقارب القرن لنرى منتخبا عربيا ومنتخبا افريقيا في الدور نصف النهائي. كاس العالم انطلقت في 1930، نحن اليوم 2022، يعني 92 سنه لنرى فريقا عربيا وفريقا افريقيا في الدور نصف النهائي. لا اجد الا ان اقول لهم شكرا لكم، وما زالت الرحله متواصله، لان هناك مباراه لمركز ثالث امام كرواتيا يمكن ان يلعب عليها المنتخب المغربي وينهي المنافسه في مركز ثالث، سيكون خاتمه جيده لمشوار رائع. صباح الخير ومساء الخير مشاري. الجماهير هنا تابعت المباراة بحرارة وكذلك تفاعلت مع كل فصولها. الجماهير في الحقيقة يعني تأسفت على النتيجة لكنها لم تكن مستاءة، والدليل أمامي، الجماهير هنا لا تزال واقفة مصرة على الإدلاء برأيها وبتعبيراتها. وسأبدأ باليمين. مرحبا. مرحبا. اسم كريم. فاطمة زهرة. فاطمة زهرة شاطر. فاطمة زهرة شاطر، الكلمة لك. للأسف لم نتأهل، ولكن نحن مؤهلين الحمد لله. شرفوا البلاد ديالنا، شرفونا كمغاربة، وشرفونا كإفريقيين، إفريقيا كاملة والعالم العربي. هذا لا يعني أننا غير مؤهلين، ولكن الحمد لله راه درب جدو معطوا لي هذا. الحمد لله احنا مفتخرين كمغاربة ديما مغرب. نشوف صديقتك. السلام عليكم. سلمى. مرحبا سلمى. مرحبا. انا جيت فخورة بالوصول ديالنا، انهم يمثلون اول بلد عربي اسلامي افريقي الذي وصل الى نصف النهائي، وديما المغرب. ونشكر كل بلد تنادنا وشجعنا. ممتاز. وانت كذلك. السلام عليكم ليلى. اهلا ليلى. المباراة اليوم ضد المنتخب الفرنسي كنا كنتوقعوا لاي ريزولتا، وما كرهناش كو وصلنا للفينال، ووصل هادشي تاريخي الحمد لله، دخلنا في التاريخ ديجا الحمد لله. كنفتخروا بالكوتش ديالنا وليد الركراكي، بالمنتخب كامل، و الحمد لله على هادشي. سمعي لها شويه فوفوزيلا. الكابتن عبد الحق رشو، هذا اطار وطني مدرب، يعني رايك فنيا كابتن؟ يعني اعتبر ان خروج المنتخب المغربي من الدور نصف النهائي هو خروج مشرف لكل الدول العربيه والافريقيه، اعتبارا للمستوى الفني الجيد الذي بنى عليه المنتخب الوطني طيله مساره في هذه المقابلات الإقصائية الأولى، وحتى في هذه المقابلة ضد فريق فرنسي. وأنا أعتبر أن المنتخب ملعبش يعني لم يلعب ضد فريق فرنسي محض، بل ضد فريق إفريقي مكون من جل اللاعبين هم ذو أصول إفريقية. لذلك فنحن يعني نتشرف بهذا المستوى اللي قام به المنتخب، وما زال ما ان شاء الله. شكرا. اذا هذه بعد ردود عودة اليك مشاري. شكرا لمراسلنا الاخضر نوالي من الرباط، واضح الروح المعنويه والفخر بكلمات عشاق وجماهير من خبره. من الرباط الى ميلانو مع مراسلنا عبد المجيد السيباوي لوصف الاجواء هناك. عبد المجيد صباح الخير. نعم، تحية طيبة لك من شارع بونوس آيرس الذي كان سيشهد احتفالات كبيرة هنا في حالة فوز المنتخب المغربي
لكن خيبه امل. انا بحناش واخا ما تاهلناش، ولكن شرفونا وهزوا راسنا بزاف. يعني اول دوله عربيه توصل للنصف النهائي، هذا بحد ذاته راه انجاز كبير. وكنشكروا ليكيب ناسيونال بزاف، لعبوا مزيان، كان المستوى ديالهم زوين، ولكن ما ساعدهمش الحظ. يعني كتبقى سرعة من ديال الحظ كيلعب الدور ديالو، وحنا فخورين بهم وديما مغرب، سواء ربحنا سواء ما ربحناش ديما مغرب. كيف عايش المونديال؟ المغرب اسعدك؟ الحمد لله استعدنا بزاف، ولدرجه اننا بكينا لولا ما نشعروا بحتى شي حاجه، وحنا ديما كنبغوا المغرب، والمغرب شي حاجه اللي بالنسبه لينا اللي بزاف، وكيسير في العروق ديالنا الدم ديالو. حنا كنفتخروا باللعابه بكل شيء، كاع اللي كان مساند في هذا ليكيب في هذا الشيء كامل. حنا كنحبوهم بزاف، وديما مغرب، وغتبقى ديما المغرب، وكنشجعوا المغرب. وباغا نقول واحد الكلمه للسماعي. اذا نشكرك على ذلك. شكرا لمراسلنا عبد المجيد السباوي من ميلان، من ميلان الى بروكسل. شبكه مراسلين ترصد الاجواء وردود الفعل لكل ما يخص ردود الفعل لمباراه ومواجهه المنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي. معنا عبد الله العفيري من بروكسل يوصف الاجواء هناك. عبد الله صباح الخير. صباح الخير. وهنا ايضا الشعور السائد هو الرضا عن هذا المنتخب، والفخر والاعتزاز بهذا المنتخب الذي شرف المغرب والعرب والافارقه. اليس كذلك؟ ما هو شعورك بالرغم من خروج المغرب من منافسه كاس العالم على الاقل في منتصف في نصف النهائي امام فرنسا؟ انا مفتخره بالمغرب، ديما مغرب حتى لاخر لحظه، وكيف ما قال بونو كنا غير مقصرين حتى وصلنا لهذا الانجاز، وانا فرحانه بزاف لهذا الانجاز. صراحة يعني كاش العالم بطولة بالنسبة للفريق ديالنا الوطني المغربي. كنشكروا هاد الفريق الوطني كاس العالم، هادي مقابلين جميع المغاربة. شكرا وليد الركراكي، شكرا العناصر الوطنية، شكرا الجمهور المغربي العظيم، وكنشكر دولة قطر الشقيقة على هاد التنظيم الرائع. وموعدنا ان شاء الله في امريكا وكندا والمكسيك. شكرا ركراكي، شكرا ركراكي اللي وصلنا لهذا المستوى هذا، وشكرا ليكيب كامل. وان شاء الله الثوازيام بلاص ان شاء الله نلعبوا عليها. الى هذه الجهه اليسرى مع بعض ردود الافعال، تفضل. المهم الحمد لله لعبوا الدراري مزيان، كانوا في المستوى، داروا الجهد ديالهم. وشكرا والد ركراكي. كما قال السيد الحمد لله الدراري داروا اللي في جهدهم. المهم المونديال الجاي ان شاء الله 2026 وديما مغرب. الله يسهل على الجميع، اللي انتم حمرتوا لنا الوجه ديالنا تبارك الله عليكم، هذه ما سهلكم دائما المغرب. شنو كان تيقول والد الكراكي اللعابه ديالو؟ 100 100 100 100.